السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا بعتذر طبعا، بقالي فترة منزلش فيديوهات. النهارده اجيب لك فكرة حلوة اوي هتعجبك بإذن الله. تمام، قبل اي حاجة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام، اي حد يبقى عنده الدواية دي بتبقى بايظة طبعا بيرميها، دواية الكتروني. تمام، بتاع لمبة 1.20 متر او لمبة 60 سنتي. الدواية دي هنعمل بيها فكرة جميلة اوي وهنشغلها تاني، وهعرفك ازاي مع بعضينا ان احنا ازاي نشغلها ونستفاد بيها بدل ما نرميها. تمام، اللمبه الالكتروني دي بقى سعرها حاليا كده في السوق 35 جنيه. لا، احنا بدل ما نجيب 35 جنيه تاني وندفعه، لا احنا نصلحها احسن ونستفاد بيها. تبقى معايا الشرح للنهايه. اول حاجه طبعا هنفك الغوتان ديت. تمام، كده فكنا ايه، فكنا الاثنين. هنيجي طبعا بقى الصفة، هنقطع الفردتين دول. تمام، الناحية التانية نفس الكلام برضو. هنيجي هنا نقطع الفرتتين دول، طبعا دي مش عايزينها خلاص. هنا برضو فرتتين تانيين، كده احنا قطعنا الفرتتين اللي احنا عايزينهم. تمام، هنقشر السلوك ديت ونمرقهم على بعض، وهنجيب فردة من اللي احنا فكناها نقشرها برضو بالبنسة، ونبدأ ايه نقفلهم على بعض كده. تمام، تبع للنهاية، فكرة هتعجبك قوي جدا، الموضوع مش هياخد منك ثواني. تمام، وتبدأ تدخلها هنا وتقفل ايه اول دواية. احنا كده خلصنا اول واحدة، والتانية هنعمل فيها نفس الكلام برضو. تمام، نعزلها بشيت لحم. انا بجري كده بسرع عشان مش عايز اطول عليكم في الفيديو. تمام، احنا كده عملنا ايه، عملنا الاثنين وشيلنا الكرتتين دول. كده هتقول لي ايه دي كانت بقت ديريك كده؟ بقت هتاخد الكهرباء ديريك. وهنجيب لمبه ليد، لمبه ليد. تمام، هنلفها كده. دي لمبه ليد 60 سنتي، طبعا 6 واط. فاللمبة دي جميلة يا جدعان قوي. تمام، يعني انت لما بتشتري اللمبة التانية اللي هي ال 60 سنتي العادية والشغالة الالكتروني، اللمبة 60 سنتي عاملة كام؟ عاملة في حدود 15 جنيه، والدواية عاملة 35، يعني كده خدنا 50 جنيه. طب اللمبة دي لوحدها ب40 جنيه، بقينا الأوفر الليد ولا التانية؟ طبعا الليد، وبعدها ضمان سنة أو سنتين حسب الشركة. تمام، هنبدأ نجرب مع بعضينا اللمبه ديت. اللمبه دي بتشتغل على الدوايه الليد اللي احنا عملناها دي، ما بتشتغلش على ال ما بتشتغلش قصدي على الدوايه الالكتروني، ما بتشتغلش على الدوايه الالكتروني عشان اوعى حد يجربها. تمام، ولا الدوايه اللي احنا عملناها ديت ينفع يشتغل عليها اللمبه التانية. كل حاجه ليها حاجه. ده قبل الاختبار بتاعت على السريع. تمام، هنبدأ نوصله بالكهرباء. تمام، نوصل فردة هنا ونلف الناحية التانية نفس الكلام.